ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وخير دايما. معاكم جو من قناة كرش بوي ومعايا حبيب قلبي النهاردة صاصع حبيبي يا جو. حبيبي منورني يا كبير، بنورك يا حبيبي، وحشتوني جدا طبعا. والنهاردة بقى يوم افتتاح، يعني انا بصور الفيديو يوم الاثنين، يوم الافتتاح بتاع ملك الكبدة والسدق. ضرب نار يا لهوي. بصوا المنظر، بصوا المنظر بقى اللي انا سايبه لكم دلوقتي ده، منظر المطعم ومنظر الناس، يعني ما شاء الله بصراحه زحمه فوق الوصف. فقعدنا شويتين حلوين والدنيا مطرت علينا يعني. النهارده كان في مطر والجو كان غريب كده، بس التجربه شكلها تستاهل يعني. الفيديو هينزل لكم يا الثلاث يا الاربع ان شاء الله على حسب ما خلصوا. طيب هنجيب الحاجه ونحضرها مع بعض، بس في روايح بجد يعني، حاسس انه لا شكلها مبشره، شكلها مبشره، يستاهل الوقفه تحت المطره بصراحه. هنجيب الحاجه ونرجع لكم. وهذه هي الاشياء اللي معانا. طلع يا عم صاصة، طلع يا باشا. هنا عندنا واحد حواوشي، ده المفروض المنيو كله بتاع معانا. هنا اربع سندوتشات، ومعانا مكرونه بالكبده، ومكرونه بالسجق، وللاسف في مكرونتين خلصانين، بس جبنا الحواوشي كله وجبنا المكرونات كلها المتاحه وجبنا السندوتشات المتاحه. هنفتح الحاجه ونظبطها ونرجع ندوق سوا بقى، ولغايه ما نرجع لكم نعمل ايه يا عم صاصة. اللايك المتين الجميل بتاعكم بعد اذنكم. عايزين نوصل الفيديو ده ايه بقى، يعني مش عشمانين شويه فيكم يعني، نزود اللايكات شويه، 5000 لايك 6000 لايك كده. انا عارف ان انا بتكلم كلام في الهوا طبعا، مفيش لا حاجه. لا المره دي خدها مني، يا مسهل 5 و6 يا مسهل، يا رب نشوف هتكسفوني ولا لا. لا انتوا طالبين المق مني كتير قوي، فعملته لكم اهو يوم الافتتاح، وان شاء الله هنزله لكم، يعني هحاول انزله لكم الثلاث يا الاربع كبيره قوي. لايكوا المتين بقى، هنفتح الحاجه ونرجع لكم تاني. وكالعاده بعد ما خلصت الفيديو نسيت اسالكم على اهم حاجه كان المفروض اسالها لكم في اول الفيديو. رجعنا للوكيشن القديم، ايه رايكم؟ قولوا لي اللوكيشن ده موجود واللوكيشن ده موجود، عجبكم اللوكيشن اللي انا شغال فيه النهارده انا وصاصة؟ تمام. عجبكم اللوكيشن الكحلي؟ هسيب لكم صورته اهو هنا دلوقتي، يبقى دي الكحلي وهنا البني. قولوا لي ايه اللي عجبكم اكتر، ويلا بقى روحوا كملوا الفيديو. ورجعنا من تاني، وزي ما انتم شايفين كده بقى، دول ايه، هنبتدي ننقنق كده في الكبده والسجق والسدق الى مؤاخذه. طيب نبتدي بايه يا عم صاصة؟ نبتدي بالسدق. طيب هو الساندوتش سعره 7.5 جنيه، سنونو قوي قوي قوي، النص ده ب 7.5 جنيه، وانا بتاعي يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده فاضي من هنا. ماشي ندوق نشوف الصنعه تبقى حلوه، بس عامه انا مخلي المكرونات للاخر عشان ايه، واضح ان هي الواو يعني. يلا بينا ندوق السجق. طعم السجق حلو، بس لا في طحينه ولا في سلطه. ده التعليق اللي انا عايز اقوله، الساندوتش هو بالظبط قطعتين السجق، فمنشف الموضوع قوي يعني. الموضوع ايه، هو السجق حلو 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 حاجة. حلو حلو، عايز طحينة، عايز صوص، عايز اي حاجة. انا ممكن اكل لوحده كده، انما مع العيش الموضوع ناشف في ناشف، يمكن من الزحمة مثلا، بس عامة كسجق هو حلو جدا، بس غالي والحجم صغير. طب تقييمك لأول حاجة ايه؟ طيب قول لي انت تقييمي. اديله 6. 6 معاك، انا كنت اقول برضو من 6 ل7، بس يلا 6 مع صاصة. طيب دي الكبده بقى، انا شايف الكبده مليانه يعني مبشره شويه، وسعر الكبده 4.5 جنيه، فانا شايف ان سعره ها 4 ولا 4.5؟ ب 4 و7.5. 4. يلا بينا ندوق عم الكبده. كبده احلى بكتير، جوسي بقى. الصوص بتاع الكبده مخليها حلوه جدا مع شويه الفلفل الاخضر اللي حاطه جوه، ده بالنسبة لي حلو جدا، وبالنسبة لسعره كويس ومليان ومخدوم، طعم وسعر أحلى من السجق. وعامة لقمة العيش عندهم، عارفين اللقمة اللي هي اللي بتاعت العربيات بتاعت زمان دي، اللقمة اللي بتبقى طازة الرفيعة الجميلة دي، اللي ممكن تاكل السندوتش لوحده أساسا، فاللقمة حلوة جدا. أنا ده هديله 9، ما عنديش مشكلة 9. أنا هديله 9 جدا برضه. جميل حلو قوي، جميل قوي الاتفاق اللي ما بيننا. لا هو واضح الطعم، واضح السجق صراحة. لا ما عجبنيش خالص، هو السجق طعمه حلو، اللقمة حلوة مش مخدوم قوي، ناشف قوي، نسيو بس صعب، صعب الساندوتش يطلع كده، صعب. مش عارف ما فيهوش اي حاجه بصراحه، ما فيش اكيد في غلط يعني، على الاقل الكبده فيها الصوص بتاعها، فمدي ايه طراوه كده، واللقمه بتتزلط على طول بتنزل على المعده. مهما تكون اللحمه حلوه بتاعت السجق، من غير الصوص او من غير الطحينه صعب. طيب الى الان، حتى الان الكبده احلى من السجق، ده وارخص من السجق بكتير.
طيب تعالوا بقى ايه نخش على الحواوشيات. يعني احنا هنخش ايه كاتيجوري فئه فئه، هنخلص الحواوشيات وبعد كده نروح على ايه، على جمال المكرونه. هنجيب الحواوشيات هنجيب الحواوشيات ونرجع لكم تاني. اوعوا إيه تروحوا اي حد. ودي تاني حاجه معانا يا جماعه، حواوشي سجق، وده سعره 35 جنيه زي ما انتم شايفين كده. ايه هو تحس اللي هو العيش بعجين، عيش بعجين اللي هي بيتقال عليها عيش بعجين دي بتاعت الاسكندرانيه يعني، وكلها من جوه سجق، ما اظنش ان فيها لحمه، كلها سجق واحنا سخناها فشكلنا هانت لهلي بربنا يستر. ده سعره 35 جنيه. يلا بينا ندوق. انا بدي ارجوز، طعمه حلو مختلف بقى عن سندوتش السجق تماما خالص. تماما لا ده قصة تانية خالص. العيش عشان مخبوز مع السجق نفسه فالتست بتاعه حلو قوي. تبلت السجق كمان هنا بقى عشان فيها سن جوسي محتفظة بالعيش، محتفظ بالجوسي اللي نزلت من السجق أثناء التسوية. لا جميل، حلو قوي، طعمه حلو قوي. انا عجبني قوي، بس انا ليه حاسس ان رايي غير رايي من ناحيه يعني؟ عجبك مبسوط زي ما انا مبسوط؟ انا عايز ارقص، كنت اريد الرقص. لا انا عجبني، انا بقول لك وانا كان انتقادي للسجق السندوتشات انا كنت متوقع منه احسن من كده بكتير بصراحه. وانا بس لا حلو حلو، طعمه جميل، العيش بتاعه جميل، واللحمه حلوه، والحياء بتاعه حلو جدا، ونسبه التزييد بالنسبه لان هو حواوشي هو مزيد، بس بالنسبه ان هو حواوشي افضل من الحواوشي المصري بتاعنا. الحواوشي المصري بتاعنا بيبقى مزيد اكتر من كده، فلا يعني الزيت بتاعه مظبوط. وبالنسبه ان اللحمه نظيفه فيعتبر السعر معقول طالما اللحمه نظيفه بتاعها، والحجم حلو، والحشو يعني بصوا الحشو مليان، الحشو بصراحه مليان يعني قطع سجق قطع قطع. هديله انا هديله 8، انا هديله 9 عشان انا عاشق للسجق طبعا، فلازم انا ابقى ايه معلم عشان في حاجات اعلى فمش عايزين نعلى يعني. ماشي ما ده انا بالنسبه لي 9، بس انا عارف ان السجق يا باشا سيفوز معايا هيسيطر. طيب يلا بينا نخش بقى بتاني حواوشي معانا، واللي هو الوش البيتزا هنوريه لكم دلوقتي. ودلوقتي جه ميعادنا مع الحواوشي اللحمه الوش بيتزا زي ما انتم شايفين كده. هو انا كنت متخيل للاسف وش البيتزا ده ان يبقى عليه طماطم وفلفل اخضر وزيتون والدلع ده، لا هنا الوش بيتزا حاطط لك شويه موتزاريلا بس. ده سعره 35 جنيه. يلا بينا يا عم صاصة ندوق. يا عم جون دوق. هو بص هو برده قطعه اللحمه مليانه، بس في حاجه انا خدت بالي منها انها من ورا اللقمه فاضيه. بصوا يعني هو مالي الربع اللي قدام بس للاسف، نفس الفكره برده. فما ككميه انا مش مبسوط يعني، انت هتاخد القطمه الاولانيه بس بعد كده كله عيش. يلا بينا ندوق. حلو، بس عايز تتبيله شويه، عايز شويه بهارات شويه. اللحمه جميله، عايز شط شط، عايز شوية. شط شط، عايز شويه توابل، بس اللحمه حلوه والسوى جميل، اللحمه تحفه وجوسي قوي، رغم ان انا حبيبها ان يبقى اللحمه مقروص عليها السنه بس عشان طعم ايه، طعم اللهب كده او الشوي يبان. وعايز طبعا فلفل، هي ما فيهاش فلفل بنكله، والمفروض الحواوشي يعني يبقى سبايسي سنه يعني مش هقول سبايسي اللي هو يضايق الناس، لا سبايسي سنه، لا دي ما فيهوش سبايسي خالص. 7 6 سامحوني. هو عايز يعني توابل، شويه توابل كان هتظبط عن كده كتير قوي. وفي نقطه برضو ان وش البيتزا هنا مش زي ما انا كنت متخيله، وطماطم وفلفل وبتاع، لا انا 5، انا معلش سامحوني 5. رجع في الكلام. لا لا ما عشان نسيت كمان حته اللي انا عشان بص انا مقدر حته اللحمه حلوه، اللحمه نظيفه جدا، ودي حاجه مهمه بس جدا. بس هقول لك على حاجه، هل انت حسيت بفرق في العجينه وش البيتزا دي لا عن اللي فات؟ لا بس مفيش، يبقى نقطه بالسالب، مفيش اختلاف صراحه، مش فارقه، كلام لا يذكر يعني. دفعت 5 جنيه زياده وهو نفس الطعم في بالنسبه للقمه اللي بره، لا ما انبسطتش منها. ده بصراحه اللحمه ما عجبنيش. يلا بينا نخش على اللي بعده يمكن يعجبنا. ومعانا رابع حاجه، حواوشي بالبسطرمه وش بيتزا زي ما انتم شايفين كده بقى، يعني برضو واخد كميه الموتزاريلا اللي فوق اللي هي اي كلام، مش عجباني خالص، يمكن تبان هنا او تظهر. والحشو من جوه بسطرمه وموتزاريلا، سعره 45 جنيه. يلا بينا ندوق. لا انا هاخد حته بقى يعني، انا حته شويه عشان ماشي كم حته هفه كده عشان ما نزعلش الناس مننا. يلا ده الشكل بتاعه، فيها كميه بسطرمه مش قليله يعني. هنا حاطين فلفل بس مش عامل حاجه، بس يعني مقبول حتى الان عن اللحمه، مقبول عن اللحمه، طعمه حلو. انا ده عجبني، البسطرمه مش ناشفه جوسي. انا ده بالنسبه لي هيبقى ما بين السجق وما بين اللحمه يعني. انا السجق اديته 9، انا ده اديله 8. لا حلو،
انا 7. معلش معلش انا ما اعرفش ليه النهارده في اختلافات ما بيننا وخصوصا، بس يعني مش اختلاف، ده هي رقم فوق ورقم تحت. انا ده 7، السجق 9، اللحمه 5، ما عجبتنيش خالص بصراحه. يلا بينا بقى ايه نروح على ايه. بس قبل ما نروح هنعمل ايه؟ لايك كل ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات، لان بقينا 230 فيديو فيهم كل اللي نفسك فيه في القناه. هتلاقي كل اي مطعم نفسك تروحه خش سرش عليه عندنا هتلاقي المطعم معمول. يلا على المكرونات بقى ونستنى السعاده. يلا بينا. ودلوقتي رجعنا مع عم العملاق ده. ده سعره 20 جنيه كبده زي ما انتم شايفين، متغرقه من فوق ومكرونه وصلصه. شكلها مبشر قوي، شكلها مبشر. والحجم ده بالنسبه للسعر ده ممتاز، متغرقه كبده بصراحه. لو طبق كشري الحجم ده يبقى بكام؟ طبق كشري الحجم ده مش اقل من 30 جنيه تقريبا. رقم التعليق يعني كشري بدون كبده. في انتقادات في الاسعار عنده. بالنسبه للسندوتشات والمكرونه بالكبده مختلفه تماما. يلا يا باشا اتفضل. بسم الله. يعني وقع محدش واخد منها حاجه، احنا جايين نوقع. هناخد مغرفه كده لا مؤاخذه. المكرونه معجنه، تحس ان برضو ايه الطماطم عايزه تتسبك اكتر، الطماطم تحس انها نيه شويه، مش مفرومه ونيه كده. تسبيكه الطماطم نيه والمكرونه معجنه شويتين ثلاثه بالفعل. هي مشطشطه وكل حاجه. فين الكبده الجملي؟ يا لا ما كنت اول مره ادوقها في حياتي، بس ابتديت يعني اقتنع انها مختلفه عن اقلب على الكبده العاديه. بصوا الموضوع حجم مقابل السعر، الموضوع حلو قوي. يعني انت هتجيب الطبق ب 20 جنيه ده هتتلكم، والطعم حلو ومش وحش. لا حلو بس في اعتراضات. المكرونه معجنه، التسبيكه الصلصه الطماطم تحس انها نيه، كانت عايزه ايه تاخد سن التومه تاني وتتقرص عليها اكتر على النار. صحيح. الكبده حلوه وجوسي لذيذه مبدئيا. يعني 5 عصام صاصه، وانا اتفق معاك. يعني انا كنت ممكن اقلل سن عن كده، بس عشان برضو الحجم مقابل السعر ما ينفعش ان انا اقلل عن 5. كنت مستبشر خير فيها قوي صراحه. يعني الكبده حلوه والله العظيم، جميله وجوسي وكميتها حلوه. يعني مش عارف هل يمكن عشان يوم الافتتاح فهم مش ظابطين الدنيا، ممكن برضو يعني نستمحيهم عذرا لان احنا بنصور يوم الافتتاح، فيمكن ده السبب. بس مبسوط اجيبه واكله برضو عادي لو انا جعان، لان السعر بصراحه مغري قوي قوي قوي. هنجيب السجق ونرجع لكم، ويا رب السجق يعوضنا عن اللي حصل من الكبده، رغم ان الكبده حلوه بس اتمنى ان السجق الكوكتيل كله مع بعض مش قد كده. هنجيب السجق ونرجع. ورجعنا معاكم بقى. ده بالكبير قوي، وده حجمه بسم الله ما شاء الله كده حاجه كده. يعني ده طور اساسا الكاميرا. بس هي الفكره ان السجق اللي فيه مش كتير، بس الحجم عظيم وعالمي وسعره حلو قوي ب 30 جنيه جدا جدا. طب اتفضل يا باشا دوق. يلا هو المشكله بس ان هم 5 صوابع سجق، يعني زي ما انتوا شايفين كميه السجق مش كبيره على حجم المكرونه دي كلها. يعني بصوا انتوا شايفين الارتفاع قد ايه، بصوا يعني ما شاء الله. كل انت عليه برضو. بص انت برضو المشكله انت بتطلع بالسجق ايه كامله برضو، يعني مش متقطعه بس. نعم. يعني برضو دي بالنسبه لي انا متعه بصراحه. على طب ثانيه واحده، هو غالبا في سجق تحت ولا انا متهيئ ليه؟ هكتشف واقول لكم، لان انا اول حته دي في سجق ايه طلعت من تحت، بس لا مكرونه كله تحت. السجق حلو قوي، سجق حلو احلى من السندوتشات يمكن. عشان واخد من متشرب من الصلصه. بس انا هقول لك حاجه، المكرونه دي احسن شويه. لا هي نفس المكرونه، بس انا عندي مشكله. ايه؟ انا يعني ده رايي شخصي. انا عجبتني المكرونه اللي بالكبده اكتر، معرفش انت ايه نظامك. لا طب استنى اخد حته سجق تاني. طيب احنا قعدنا ناكل، وسالت ساسا قلت له هنتفاوض ولا نتفاوض قدام الكاميرا، قال لي نتفاوض قدام الكاميرا. والله ما اتكلمناش لسه. انا انبسطت بالمكرونه مع الكبده اكتر، حسيت ان الكبده جوسي مع المكرونه فالموضوع كان لايق، انما السجق ناشف ما اندمجش مع المكرونه. يعني انا معاك حق في الحته دي. انا تعليقي هو السجق طعم حلو. الكبده فعلا هي واخده مع المكرونه في صوص شويه، فده اللي محليها اكتر. بالظبط. السجق طعم اللحمه حلو برده، مشكله زي السندوتشات برده السجق ناشف قوي، كان محتاج يبقى جوسي بالزبط. شويه كان هيبقى تحفه. بالظبط. فلا انا يعني معاك في الكبده. طيب خلاص، يبقى احنا كده بالنسبه لنا في السندوتشات الكبده افضل من السجق، رغم ان هو المق ملك السدق. يعني المفروض مش عارف ماشي عمال نقول السجق هو السدق السدق من فضلك. طيب لا انا في السندوتشات السدق، وفي المكرونه الكبده انا اسف، وفي المكرونه الكبده، وفي الحواوشي السدق بالنسبه لي رقم واحد، يليه البسطرمه،
يلي اللحمه، لان اللحمه اساسا ما كانتش مستو يعني، اللحمه ما عجبتنيش اساسا. انا عكس معاك بس حاجه في البسطرمة انا بالنسبه لي البسطرمة نمره واحد، اللحمه نمره اتنين، السجق سوري اسف اوكي، البسطرمة السجق اللحمه ما عجبتنيش يعني، انا اللحمه بالترتيب لا ارشحها لكم خالص. فاحنا اختلفنا بس في السجق والبسطرمة بالزبط. انا شايف البسطرمة احلى يعني، شبه متفقين. ودينا عملنا لكم فيديو المق اللي بقى لكم اسبوعين ثلاثه مطلعين عيني عليه، الافتتاح يعني يوم الافتتاح المق جبنا لكم المق ملك عم الكبده والسدق. يا ريت بعد اذنكم علشان التعب اللي احنا بنتعبه وبننجز وبنقف في الزحمه، لايك متين منك هيبقى جميل قوي، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كرش بوي وصاصه، سلام.